يعني نرجع نحن وياكم للمشاهدين، رح نشوف خريطة الأعمال وتوقيت عرض المسلسلات وتحديدا على الحياة 2 حتى نشوف نحن وانتو توقيت العرض. مستعدين؟ هيك واحد ما عنده أي سبب لما يتابع كل الأعمال، يلا بينا اللي حنشوفه على الحياة 2. موعد عرض المسلسلات والأعمال على الحياة 2 من هلأ، ما أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومشوقة لكل الأعمال اللي رح تتقدم. شو رح بتتابعوا من المسلسلات؟ شو عبالكم؟ أنا طبعا أتابع المغني. مغني؟ آه طبعا، طبعا للكبير طبعا. للكينج محمد منير. مين؟ لا يعني هنتابع كله اكيد. شو الاكثر متشوق له؟ لاي نوع من الاعمال بيستهويك اكثر؟ متشوق اكثر لنيلي وشريهان بصراحه. الكوميديا؟ اه بصراحه. يعني هم السنه اللي فاتت كمان كانوا عاملين حاجه حلوه قوي، فالسنه دي خلاص الواحد مستني بقى. الواحد مستني جدا. بتميلوا ويوميات زوجة مفروسة كمان قوي من الاعمال الكوميدي اللي كثير حلوه كمان بالجزء الثاني. تركي؟ الميزان. ميزان انا بحب شغل الاستاذ احمد خالد موسى جدا، بيعمل سسبنس حلو قوي في مسلسلاته، فانا هتابع الميزان. والمغني برضه. نعم المغني حلو. المغني حلو كمان. يعني في مجموعه من القصص. طيب عبالكم انتم تقدموا شيء؟ والله ربنا يبعد يعني ان شاء الله، ربنا يبعد نفسنا. احنا في كل المسلسلات اصلا، بس احنا مش عاملين مفاجاه. طيب حياه مسلسلات حياه مسلسلات كمان عندها خريطه اخرى ومواعيد عرض للبرامج والمسلسلات، خلينا نتابعها.